انطلقت أعمال منتدى خليج البحرين الجيواقتصادي الذي يجمع في نسخته الثانية نخبة من كبار المسؤولين والخبراء بهدف البحث في المتغيرات السياسية المستمرة على الساحة الإقليمية والدولية وتأثيرها على الاقتصاديات الوطنية ومناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية المستجدة. في ضوء ما تواجه اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من تحديات وفرص مهمة في الوقت ذاته وفي خضم المشهد السياسي والاقتصادي المتقلب، يأتي منتدى خليج البحرين الجيواقتصادي إلى تفحص كيفية تأثير هذه المتغيرات الاستراتيجية العالمية والإقليمية على المنطقة ومدى تأقلم الحكومات ومؤسسات الأعمال للاستفادة منها. والهدف من المؤتمر أكيد هو إلقاء الضوء على كيف التغيرات الحاصلة بالعالم بشكل عام إن كان على الصعيد الجيوسياسي أو على الصعيد الجيواقتصادي رح تأثر على المنطقة على وكيف لازم سياساتنا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وحتى سياسات الطاقة يلي عم تنتججها بلدان المنطقة كيف يجب أن تتأقلم مع هالمتغيرات العالمية. فهيدي هي المواضيع يلي هالمنتدى رح يتناولها اليوم وبكرة، وإن شاء الله بنطلع بخلاصات ممكن تكون توصيات لإعادة صياغة وتحسين السياسات العامة مجالات الطاقة والاقتصاد الكلي والتجارة. تناقش جلسات المنتدى المخاطر الجيوسياسية والجيواقتصادية الناشئة على المستويين الإقليمي والعالمي إلى جانب العوامل المحركة لأسواق الطاقة وأجندة تغير المناخ، فيما ستقدم الجلسات مراجعة للتعديلات الواجب إدخالها على سياسات التعامل مع المشهد الاقتصادي المتغير مع التركيز على الإصلاحات الداخلية واستراتيجيات تعبئة التمويل للتحول الاقتصادي وطرق إعادة تشكيل الروابط الاقتصادية والتجارية مع الشركاء الاقتصاديين الاستراتيجيين وبالأخص الصين. في مجموعة من التحديات، في مجموعات، أولاً تحديات اقتصادية، نحن بحاجة للتكيف مع أسعار النفط المنخفضة اللي بنسميه الوضع الجديد لأسعار النفط New Oil Normal اللي بيطلب منا إصلاحات على مستوى مالية الدول، دول الخليج خاصة ودول المصدرة للنفط، تنويع النشاط الاقتصادي، تنوية تجارتنا الخارجية، وبنفس الوقت خلق فرص عمل لشعبنا لشعوبنا. جملة من التحديات والفرص والحلول المحتملة سيتم مناقشتها إلى جانب خلق فرص متعددة أمام صناع القرار في القطاعين العام والخاص لتطوير شراكاتهم، وهذا ما يقوم عليه منتدى خليج البحرين الجيواقتصادي ليكشف النقاب عن استراتيجية متكاملة تتأسس على الممارسات المثلى وتبنى على الخبرة والدراية. من منتدى خليج البحرين الجيواقتصادي يبحث من خلاله المواضيع الاقتصادية والتنموية المستجدة على خلفية المتغيرات السياسية وتأثيرها على الاقتصاديات الوطنية. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.